و بالنسبة لل يعني للمقاومة الوطنية، هي طبعا هي ثورة 8 ديسمبر. المقاومة الوطنية اليوم هي ثورة الثاني من ديسمبر المجيدة المستمرة. ونحن نشهد هذه الذكرى الخامسة لهذه الثورة المباركة الخالدة في بلدان اليمنيين وضمائرهم الحية. نؤكد أنها مستمرة لحدث فاصل. رفض المعركة الوطنية ولا يزال يرفضها بدماء ذكية وطاهرة. بدأها يعني داخل حارة ضيقة في صنعاء، وأمتلك شجاعة رفع السلاح في وجه الميليشيات الحوثي، وها هي اليوم الثورة يعني بقيادة عميد الرتب طارق محمد عبد الله صالح. تواصل الضرب متمسكين بوصايا الزعيم وعازمين على المضي حتى تحقيق أهداف الثورة التي دفع من أجلها الزعيم علي عبد الله صالح حياته ورواها بدمه. وهي تلك الأهداف المتمثلة في استعادة الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام والاستكام إلى صناديق الاقتراع بمن اختيار من يحكم اختيار الشعب من يحكمه بنفسه، يعني ان يختار الشعب من يحكمه.